السلام عليكم. الو، السلام عليكم، خير من الو الو. ده خلاص عليكم انتهى عدوها. عليك عليكم السلام يا شيخنا. الحمد لله، تفضل. لو سمحت يا شيخنا، عندي بس سؤال بسيط، بس تحتاج لروايه قصه، يعني هبص قصه بسيطه كده على حضرتك وتديني فيها الحكم. هديك في الحدوتة الحكم يعني ولا ايه؟ مش اتفضل. لا، هسأل سؤال في الاخر. في فتره رايت فتاه واعجبت بيها، واظن ان حصل بينا حب، لكن ما صرحت بذلك لاني طيب عارف ان ده حرام. طيب وبعد ذلك تم خطبتها. طيب الحمد لله. فلما انخطبت هي دخلت كلمتني وصرحت بحبها ليا، فانا كويس كمان صرحت. كويس، انا بحبك يا سماسم، بحبك يا زيد اسم. ماشي، وبعدين؟ ثم بعد ذلك تم فتح خطبتها بدون تدخل مني، يعني انا ما اتدخلتش في الموضوع خالص. يعني رفضتك؟ لا، انا ما اتدخلتش، هي اتفتح خطوبتها من الشخص اللي اتخطبت له. هي كانت مخطوبة؟ هي اتخطبت بعد ما انا عرفتها، يعني انا عرفتها ما كانتش مخطوبه. ايوه، انت فانا فسدت عليها الخطوبة. انا بحسبها ظننت انك خطبتها. يا لا، راجل يا ظالم، خطبها شخص اخر. خطبهاش، هي كانت مخطوبة صح؟ لا، انا اول ما عرفتها ما كانتش مخطوبه، اتخطبت بعد ما عرفتها قبل ما صرح لها بحبي. يعني انت الذي، لا، لم افسد عليها خطبتها، انا ما دخلتش في الموضوع، يعني انا ما دخلتش في ما كلمتهاش بعدها. يعني هي هي كانت دخلت. بنت مخطوبة؟ نعم. هي كانت مخطوبة؟ لا، هي ما كانتش مخطوبه اول ما عرفتها، وبعدين؟ اتخطبت بعد ما عرفتها. طيب وبعدين ابتعد عنها خلاص؟ ابتعدت فعلا، ابتعدت عنها فعلا. ثم فسخت خطبتها، هي يعني الخطوبه ما تمتش. يعني بناء على انت، يعني سؤالي محدد، نعم. بعد ان علمت انت انها مخطوبة كلمتها او ابتعدت عنها؟ والله الرقيب، ابتعدت عنها ابتعدت عنها. تماما. ثم دخلت هي كلمتني، استأذنتني انها تتكلم معايا فسمحت. سمحت لها، فتحت لها الباب تتكلم معك. نعم، وأخطأت في ذلك وندمت على ذلك. طيب الحمد لله، فسخت الخطوبة. قلت لها بحبك وهي مخطوبة، وهي قالت أنا بحبك وهي مخطوبة، صح؟ حصل. حصل. ثم ابتعدت، يعني أنا ابتعدت وفهمتها إن ده حرام ولا يجوز، وابتعدنا وندمنا إحنا الاثنين على الفعل ده. راحت هي بقى، فسخت الخطوبة. فسخت الخطوبة وعرفت كده، أنا عرفت إن أنا أتقدم لخطبتها، فأهلي ما وافقوش، ما وافقوش إن أنا أتقدم لخطبتها. طيب وبعد ذلك ذنبها ماشي تركتها فاتخطبت مرة تانية. لنفس الشخص ولا لواحد ثاني؟ لا، لشخص آخر. ايوه، انت متخصص افساد. لا، إطلاقا. أنا ابتعدت خالص، يعني أنا ابتعدت عنها وعرفتها إن أهلي مش موافقين وابتعدت عنها. خلاص وبعدين؟ لما اتخطبت تاني تم عقد قرانها بعد شهرين تقريبا بسبب حدوث اللي هو القرار اللي كان عايز ينزل ده وكلام زي كده، يعني القرار اللي كان يدفع رسوم يعني على القرار. القرار اللي هو بتاع فرض رسوم على الكلام الكذب يعني. اتفضل وبعد. نعم. الآن هي دخلت كلمتني بعد كتب كتابها، بعد ما اتكتب كتابها هي دخلت كلمتني واوحت بكلام ان هي عايزه تتسيب، فانا رفضت ده طبعا وذكرتها بالله عز وجل وبينت لها من ناحيتي ان انا مش ناوي اطلاقا ان انا اتقدم. طيب. لكن انا اعلم من كلامها ان هي في نيتها ان هي تتسيب، يعني هي ناويه تفسخ قرانها. ايوه. فهل لو فسخت قرانها يجوز لي ان انا اتقدم ليها؟ وهل ابتعد. علي ذنب في الموقف ده؟ يعني انا ابتعد. علي ذنب بعد ما انا صرحت لها وقلت لها، يعني انا ابتعدت اطلاقا وعرفتها ان حتى الكلام اللي كان بينا قلت لها استغفر ربنا عز وجل فيه لانه كان حرام. الأخت رغدة بتقول لك اتقوا الله وابتعد يا مفسد، ابتعد ابتعد عن إفساد المرأة على زوجها. ليس منا من خبب امرأة على زوجها. وجدت الباب مفتوح من ناحيتك وتنعم لها صوتك وهي تنعم لك صوتها، وخربت على البنت الخطوبة الأولى والخطوبة الثانية والعقد، تريد أن تخربه. الله يغفر لنا ولكم.